أقيمت في بلدية سرت جلسة حوارية لاستعراض الأنشطة والمشاريع التي نفذت بها خلال الأشهر الماضية، وحضرها مدير مشروع مبادرة التغيير في سرت ومنسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من المهندسين بمكتب المشروعات بالبلدية وفريق الشراكة المجتمعية والاتحاد النسائي ومندوبون عن مكاتب القطاعات ذات العلاقة بمشاريع الأمم المتحدة الإنمائية. انطلقت في بلدية صبراتة حملة تنظيف الشوارع الرئيسية، وشملت تنظيف الأتربة وإزالة القمامة من الطرقات والأرصفة، بالإضافة إلى تنظيف وتقليم الحدائق تحت إشراف شركة الخدمات العامة فرع صبراتة. عقد في بلدية زليتن اجتماع لمناقشة استكمال عمليات المسح الإشعاعي، وحضره عدد من أعضاء المجلس البلدي والمكلف بملف الصحة والبيئة ووكيل ديوان البلدية ومدير مكتب الإصحاح البيئي وفريق المسح الإشعاعي التابع لمركز القياسات الإشعاعية والتدريب. تتواصل في بلدية نالوت أعمال صيانة الملعب البلدي، وشملت رصف وتعبيد وصيانة الحفريات والهبوطات تحت إشراف المجلس البلدي نالوت بالتعاون مع مكتب المشروعات البلدية.